ايه؟ بتفرقي فلوس؟ مش استوظفت يا بيه، ودي اول قبضي جنيه في حاله. ياه، وهتعملي ايه بقى بالجنيه ده كله؟ هديه لحامي. انا مش معاكي، اول ما هي تقبضيها لازم تجيبي بيها حاجه لنفسك، حاجه يكون نفسك فيها. انتي ما نفسكيش في حاجه؟ نفسي في جزء اساور قشر. خلاص هاتيهم. ونفسي كمان اجيب كام قمعه سكر على كام باكو شاي وابعتهم لامي في البلد. وايه تاني؟ واشتري جوزين حمام واعمل لحام الدرام زي اللي عملتهم للست الهام، واعمل لك شويه مشالتي من اللي عجبوك المره اللي فاتت. كل ده بالجنيه؟ ما صحيح. ولا تزعلي، بكره الجنيه يبقى اتنين وخمسة وعشرة، بس شد حيلك انتي وهتجيبي كل اللي نفسك فيه. يا رب يا بيه، فضتك بعافية. يعافيكي. دي مين السنيورة اللي حدانا دي؟ يا نهار منيل، دي فتحية بذاتها، فتحية بذاتها. فينك ياما؟ فينك ياما؟ تشوفي الأمل اللي أنا فيها؟ إيه اللي أنتِ لابساه ده؟ يا أختي خلاص، مفيش خشية. إيه يا عم؟ قلعتي برقع الحية. ليه يا عم؟ وكمان سايبالي شعرك من غير تطريحة. من غير تطريحة. لا عليا الطلاق لو عملت كده تاني. عليا الطلاق لو عملت كده تاني لأكون مرجعك البلد في أول قط. يا حامد، وأنا كنت خرجتني من الأوضة. وتحطيها على جدتك ليه؟ ها؟ ما تعرفيش إن دي كبيرة من الكبائر؟ جبتيها منين دي؟ جبت يا حامد من الست علي. الست علي تلبس زي ما هي عايزة، إنما أنت لا. تفهم ولا لا؟ ايه يا حامد؟ انا مش مستوظفه زيها يا حامد. حسك عينك تجيبي سيره المستوظفه دي على لسانك. طيب. انت ناويه تفتحينا في العمارة؟ لا يا بنتي ناويه تفتحي في العمارة بيه. خير يا بيه. امال فين حامد؟ حامد هو مش على البوابه يا بيه ولا؟ لا. يبقى حد بعته مشوار ولا حاجه. انت بتحضري له العشاء؟ ايوه يا بيه. طب خلو ايه النهارده؟ سبعين فضلت خيرك. الله، ايه الوبور ده؟ مش تشتري بوتاجاز بعين واحده؟ النبي يا بيه، انا نفسي في حاجات كتير قوي بس مش قادره. اهي دي حكه الكسلان، دايما يقول ما اقدرش، حظي كده، بختي وحش. مش بيقولوا الدنيا حظوظ؟ الدنيا حظوظ ده هناك في بلدكم، لكن هنا في مصر الدنيا شغل وتعب، واللي ينام هنا ما يلاقيش ياكل. هو في حد شقيان وتعبان قدنا يا بيه؟ خد يا فتحية. ايه ده يا بيه؟ عشان تشتري البوتاجاز. لا يا بيه، انا ماخدهمش، انا مشتغلتش بيهم. طيب ما انت هتشتغلي بيهم. يا بيه انا بخدمك بعناية، لما ابقى اشتغل بيهم ابقى اخدهم كده. انت مالك ليه دي؟ وازاي عوايدك؟ ابدا،
في حاجة مزعلك، في حاجة مش عاجباك. معلش بلاش الليلة دي. على راحتك. هشوفك امتى؟ هبكلمك في التليفون. باي باي. انت لسه ما خلصتش؟ خد الليستة والفلوس وروح اشتري الحاجات دي طيران. لكن توضيب السفرة يا بيه والاكل اللي على النار. اتصرف. انت روح اشتري الحاجات وابعت فتحية تخلي بالها الاكل اللي على النار. يعني يا انت لسه واقف؟ بسرعة. حاضر يا بيه. ما ترجعش الا بيهم. حاضر يا بيه. تعالي يا فتحية وقفلي الباب وراكي. عادي والنبي بيشوف لي الشغلانه اللي حاملها. خلينا اروح. مستعجله ليه؟ ما لسه الليل طويل. Thank you.